مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد من ماراثون اكبر مسابقه في الوطن العربي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات. ابداع خمسه. مسابقة إبداع في دورتها الخامسة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. إشراف عام دكتور أمل جمال سليمان رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية. منسق عام الأستاذة نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية والفنية. أكثر من 4300 طالب وطالبة من 110 جامعة ومعهد عالي وأكاديمية بيتنافسوا على جوائز قيمتها بتتخطى ل 2 مليون جنيه. ومن على مسرح وزارة الشباب والرياضة لسه مكملين معاكم مسابقة العروض المسرحية الإبداع خمسة، ولسه الإبداع مستمر. بيشارك فيها 1400 طالب وطالبة من 48 جامعة ومعهد وأكاديمية بيتنافسوا على جوائز قيمتها المالية 450 ألف جنيه تحمل اسم الفنان الكوميدي الكبير أحد رموز المسرح الأستاذ فؤاد المهندس. رحبوا معايا بأعضاء لجنة التحكيم واللي هيكونوا مشرفينا على مدار مسابقة العروض المسرحية. سيدة المسرح العربي والحاصلة على نوط النيل من الدرجة الأولى الفنانة القديرة سميحة أيوب. المخرج المسرحي الكبير رائد التطوير الفني الفنان القدير جلال الشرقاوي. الفنانة القديرة وفاء الحكيم. ودلوقتي معادنا مع فريق جامعة النهضة بني سويف وهيقدموا لنا عرض مسرحي بعنوان ليلتنا مسخرة تأليف محمود الطوخي وإخراج خالد قابل. التوفيق لكل المتسابقين وما تنسوش شعار إبداع خمسة، ولسه الإبداع مستمر. كيفكم فاضي؟
وسط الفرقة تحية تحية تحية. ناموا انتوا عيوننا صحية في فرقنا ويا اللغات عمالة تنصب في الكمين يا فنانين متنفسين. سايبينهم على وضع الجست اللي هم فيه ده كتير ولا ايه؟ سيبهم شويه عشان يتهدوا. هو انت فاكر انهم كده هيتهدوا؟ فك يا راجل بلاش كلام فاضي. افك؟ يعني عايز افك وما ترجعش بعد كده تلم على اسئلتهم زي ليه وازاي وبكام؟ ده غير الطرف اللي بيعصب. اللي هو عاوزين ايه؟ العبد ده ما يكفيناش، مش هتزودوا ولا بقى وغيره وغيره وغيره. لا 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 لا، الفرقه دي كلها بتثق فينا كاداره جديده، ده طبعا النهوض بالفرقه وارجاعها لمجدها القديم. مش كل الفرقه، وبعدين ما تنساش ان الظروف اللي مرت بيها الفرقه في الفتره الاخيره خلت كتير يشك في قدرتنا على اداره الامور. وبعدين بصفتي المسؤول المالي للفرقه انا عامل المره دي ميزانيه ما تخرش الميه. ايوه بقى، بس على الله ما حدش نخرب وراه. وبعدين ما تنساش حاجه مهمه جدا، إيه؟ ان اعضاء الفرقه دي بيحبوها ومنتمين ليها جدا. طيب اقول لك فك الجست. فك يا ابني انت، هو جست بالامر. فك جست يا ابني انت، هو بالامر. العيال بالله اندمجت بصحيح. فك يا ابني انت، هو شست بالامر. خير اللهم اجعله خير. ايه يا جدعان، هو الواحد كان نايم بجد ولا ايه؟ صح النوم يا حبيبي منك ليه ليها. هو احنا كنا نايمين يا اسمك ايه؟ اي يا اختي يا اسمك ايه؟ هو انتوا بتعملوا حاجه غير النوم والاكل بس؟ لما شغل حقيقي مفيش، بروفات مفيش، لحد ما الفرقه اتفركشت. احنا ما كناش نايمين يا حضرات. واو، احنا كنا في تمرين سايكو دراما للعرض الجديد بتاعنا. صح يا فنان. ايه يا دكتور، انت عايزين تقولوا لي ان احنا نايمين واحنا واقفين؟ يا خساره، يعني الحلم اللي كنت بحلم بيه ما طلعش حلم. كنت بتحلمي بيه يا اختي؟ ان شاء الله يا اخوانا. فوقوا بقى، هي الاداره كده وهتفضل طول عمرها كده على مر العصور، عمرها ما هتتغير. معذره يا زميل، على الرغم من مآخذي على قصور فكر الإدارة الحالية في بعض الأمور، إلا أنني لا أستطيع أن أشكك أبداً في مساعيها للنهوض بالفرق. أنت منافق وعميل للإدارة، مش هي اللي عينتك ولا تملك الكفاءة الفنية وبقت عالة على الفرق؟ وأنت شكاك، وأنت الهزام، وأنت كجع الفاضي. اهدى 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 اهدى، والله ما أفهم حاجة منكم. عايزين تفهموا إيه تاني إن شاء الله؟ إيه ما تتكلموا؟ دلوقتي اتخرصتوا. لا ما اتخرصناش، بس تقدر تقول تعبنا كلام. ومع ذلك نقول تاني، عايزين نعرف ليه الفرقه من سيء لاسوء. بروفات وبنشتغل، عروض وبنعرض، وبرده الايراد شاحح. ده الواحد فينا يا اخي بقى يكفي نفسه او عيلته طقه واحده في اليوم ما بنتكلمش. وانا اللي قدرت ابور في ام الفرقه دي واعضاء الفرقه زي الست امينه رزق. يا ربي مش عارفه اجمع قرشين حق المطبخ عشان اتجوز انا والواد ده. وبعدين بقى عيب، هو احنا بينا وبين بعض الكلام ده برضه؟ ورحمة امي اما جبت المطبخ ما هبص في وش اهلي التاني. يبقى هنسأل ولا ما نسألش؟ طب ربنا يحققكم. لكن انا هرضى تسيبني. انتوا عايزين الفرقة حالها يتغير وتطلع لقدام وانتوا بالمنظر ده؟ الاول فيكم بيخاور التاني والتالت قاعد بيتفرج عليهم. طب ازاي الفرقة حالها يتغير وتطلع لقدام؟ يا اساتذة احنا خلاص جبنا لكم مؤسسة العرض الجديد اللي هتقوم الفرقة على حيلها من تاني، وسيادة المسؤول المالي هيتولى التوضيح. اتفضل يا فندم. اخواني اعضاء الفرقة الكرام، احنا مش عايشين في جزيرة منعزلة لوحدينا، وانتم اكيد عارفين الظروف اللي بتحيط بينا وبالفرق اللي حوالينا. اسعار الخامات بقت فوق هم العروض اللي السوق عايزها، لازم الايرادات بتاعتنا تبقى ضعيفه. علشان كده احنا قررنا نعدي الازمه ومن غير ما تقاطي. الله عليك الله عليك. الله على ايه يا ابني انت؟ الله على ايه؟ احنا نبتدي كذب من اولها يا ابني. هو انا لسه قلت حاجه؟ مش انتوا اللي علمتونا وحفظتونا لاجل ما نعلى ونعلى ونعلى؟ لازم نطاطي 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 يا ابني. ده كان زمان، دلوقتي احنا بقينا نعدي الازمه من غير ما نطاطي. نطاطي طاطي طاطي يا راجل. ايوه والله، علشان كده وبصفتي المسؤول المالي للفرقه انا قررت تخفيض كل بنود المقايسه الخاصه بالعرض، وذلك لمحاوله تغطيه ميزانيه الفرقه. طب ايه وبنت المفيد والتغذيه؟ ده بقى بالذات انا
اشيله خالص. هي ميزانيات الفرقة راحت فين أصلا؟ الله السؤال ده ما يتسألش لي. أمال نسأل مين؟ اللي قبلين واللي قبليكوا وقولوا اسألوا اللي قبلينا ودوخينا يا لمونة. طب والحل؟ الحل هو اللي اتقال من شوية، بطلوا بقى تعملوا رغيات، الجمهور مش عايز يتفرج عليه. أظن إحنا بنعمل كل اللي علينا، مسرح كان خربان جددنا لكم فيه من خشب على الأوض، خلع ملابس وسكك إضاءة. ده غير قبضكم اللي بيكلم ده كل شهر شيء وشوية. أنتوا أكتر ناس عارفين إن ليكوا كتير هنا في الفرقة كمالة عدد، اشتغلوا بقى شوية. وانتوا كمان مش عايزين تقبضونا؟ وده يجي ايه جنب اللي بتقبضوه؟ والله احنا كشفنا لكم البير وغطاء. يلا بينا. يلا براحتكم بقى. طب وهنعمل ايه؟ اعمل اضراب وبلا عرض. صح، اعمل اضراب وبلا عرض. انت تخلص خالص، انت لو عليك انت واللي زيك عايزين يخربوها. ما هو عنده حق، ده الفرقه خايبه خايبه. طب وحلم العرض اللي بنقول فيه كله وجعنا، واللي عشمانين انه يوقف الفرقه من اول جديد هو كمان خلاص ضاع. انت ما سمعتش؟ الميزانية فيها عجز والمية سيدوب على قد. طب وايه الجديد؟ ما احنا طول عمرنا بنقسم كوباية الشاي وبندبرها سوا. صح، يبقى هنعرف كل يروح على المخازن ويجيب كل حاجة ممكن يحتاجها للعرض. عرض؟ عرض ولا بروفا؟ عرض طبعا. نفتح بيت شباك للناس بالفن الحلو الوناس، يدفي القلب في عز في عز في عز في عز واقف ليه عمال بتفكر، شد بنوهك يلا شوية، نور بروجيكتور حلو تمام، نور البروجيكتور تعيش فرقتنا تفضل حية، تعيش فرقتنا تفضل حية، الحب جماعة فردا فر، الحب جماعة فردا فر، وأرضنا ده هيبقى اسم العرض. يلا يا جماعه مش هنضيع، يلا بينا على فين؟ والعربيه اللي خبطت همشي بيها مهبوطه كده؟
لازم يدفع ثمن تصليحها. وبقى يا حوسو يدفع لك ايه بس؟ ده شكله معفن ومنتن وياي خالص. ما بيعه هدومه، لا لا عالو حته حته. الله دايما سيستر بتسمع عصافير. يلا 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 خلينا نتفرج يلا. هلا هلا هدومه حته حته ونشوف كل حته ثمنها كام لحد ما نلم حق العربيه. انا عندي فكره، انا رايي نلعب لعبه المزاد، نقلع هدومه حته حته والحته اللي يقلعها نعمل عليها مزاد. يلا انا هنا انا دو انا دري. يا متكلم قلعت شرب لكم كاسين وجايين تتسلى عليا، مش كفايه كسرت الرجل وبهدلتوا كم حشقه اللي بسترس اعملها؟ اقلع حته حته اقلع 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 عليكم واحد واحد. يا بلدي سايبه مفيش حكومه، حكومه يا عالم يا بوليس. ايه يا دي التوبة الغاكة اللي انتوا عاملينها دي يا ولد؟ ايه يا عالم؟ الحالة يا باشا. مالك يا ولد؟ سيبوا هدول عايزين يقلعوا الهدوم وكسروا الرجل يا بعض اللي كم حسنا اللي مسترسى منها. الخنزيرة اللي بره هناك دي. تمام يا باشا، الخنزيرة اللي هناك دي بتاعتي انا. وريني الرخص كده يا استاذ. اتفضل. ايه؟ بص بس يا خصيه متشكر يا باشا. قلب شكر. ايه اللي حصل يا فندم؟ احنا كنا راجعين من سهره عائليه. تمام يا باشا. والاشوره كانت حمرا يا باشا. وقفنا وقفنا بالبني ادم الغريب ده سعاده الباشا راح هاجم علينا وراسه ورد سيف مستني بشارة مرات وبقدونس. ونقول له يا جدع رحت في حالك مفيش فايده صحي لك. يمكن مش عاوزين. طب جربوا الجرجير. الاشاره نورت افضل. اكيد اتحرك العربيه سعاده الباشا. وبعتر الكام حزمة اللي في ايده وهاتها كسرير. يا حكومة يا بوليس يا بابليك. بابليك دي معاك مش كده؟ لا يا باشا الهانم دي معانا احنا. هاي يا بيس يا بي والله ما حصل. قال لي كنت فوق الرصيف لما اللي طلع فوق مني وخبطوني. لا بتخرس ولا كلمة. اشتغل يا ولد. انا باشا فاجر جيل وكزبرة انا ولا الشاب. وعنوان محل عملك فين؟ اللي هو سيه. يعني يا اخويا السوبر ماركت بتاعك الخرابه اللي بتبيع فيها يا بيه محل ماركت ايه؟ بقول لك مسترسى من الشارع على الرصيف ابوك كده يعني؟ يبقى دي اول قضيه اشغال طريق. بتكسب يا ولد من الشغلانه دي؟ مستور يا باشا الحمد لله. بتكسب يعني؟ طب معاك بطاقه ضريبيه؟ ملف ضريبي. ضريبتي يا باشا. يا اخويا شغال وبتكسب يعني فيه دخل، والدخل ده عليه ضريبه الدخل للحكومه. يبقى دي تاني قضيه تهرب ضريبي. وشاري ياد البلاوي اللي معاك دي منين يا ولد؟ شريها من وكاله من سوق خضار. ريني فواتير كده. فواتير فواتير يا عم. يا اخويا من تاجر الجمله اللي باع لك في سوق خضار مش جايز تبقى سارق البضاعه دي من غير صحابه نايمين من غير فواتير، فانت اكيد حرامي. ادي تالت قضيه. وريني هات كده عليك. يا نهار ابوك اسود، ده البتاع ده ولا عليه تاريخ انتاج ولا تاريخ صلاحيه، ده انت وقعتك مهببه مع وزاره الصحه. يا باشا انت وصلاحيه الرحمه 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 القانون هو القانون. الله على رجل الشرطه اللي فاهم قانون وبيطبقه مظبوط. شكر يا باشا. باسم الشعب اسمح لي احييك واحترمك. هناخد صوره معك. تمام يا باشا اتفضل. ايه ده؟ ده الاوسكار يا حبيبي. يا اوسكار ممكن اخد سيلفي مع حضرتك؟ ناخد بوز البطة وش القرد. ميرسي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي لي يا محاميحو. ماشي يا محاميحو. شكوا على سنينك السودا يا محاميحو. حضرتك انت كده يا محاميحو. يا لهوي يعني. يا محاميحو اعوذ بالله يا باشا. ايوه يا باشا انا صعبت بادائك ملهاش حدود. سكر يا باشا. انا لفيت الدنيا كلها ما لقيتش رجل شرطه بالكفاءه دي. ولا عمرك هتلاقي يا باشا. وعشان ما ضيعش وقتك انا متنازل عن البلاغه. ايه انت متاكد يا باشا؟ 100% كفايه ان حضرتك علمته درس في احترام القانون. ماشي يا باشا. واسمح لي نيابه عن المواطنين الشرفاء اعبر لك عن تقديري وامتناني. ربنا يخليك لينا يا رب. متشكر يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. خلاص يا باشا
تنحل كده يالا. خلاص ما تلمس البلد يا ادم، لما اعمل لك قضيه تاني مع الوزير فيها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. وقت الخامس قضينا. فاضل بس غير كشف الهيئة، والهيئة زي ما انتوا شايفين 100 فل على 10. عم بسيون المكواجي سلفني اجدع بدل عنده، وعم جرجس الحلاق ظبط لي اشد حلاق، حط لي كلونيا مستورده من الهيئة، والجزمة اهي لميع وبتبرق. ادعوا لي على حارتي، ادعوا لي. جد جدك خالد الصبح صحيح شال الخلق وشال الفاس، ده مال الناس لما مات محدش ليه جثته دفن في حفر القناه. جدك خبطته عربيه روسي في اسوان وهو بيبني السد. ابوك داسوا عليه دبابات في سينا سنه 67 و60 يا فندم. و60 يا ابني. و60 يا فندم. جميل. امك نزلت السوق وباعت جبنه قريش، دخلت البيوت خدمت ومسحت وكنست عشان تصرف عليك وتعلمك. والسلام يا ست مصريه عظيمه، اوعدتم اني هريحك. للاسف يا ابني انت غير لائق اجتماعيا. لو بعتناك واشنطن وقابلت ترامب هناك هتقول له ايه لو سالك عن امك؟ لو بعتناك لندن وقابلت الملكه اليزابيث هتقول لها ايه لو سالتك عن امك؟ حتى كارلا اللي اتجوزت ساركوزي هتطلقه لو قابلت امك. وسلام يا ست مصريه عظيمه. انسى امك وافتكر بس، افتكر بس يا ابني ان بلدك هي امك. غير لاقة اجتماعية. ليه؟ جد اللي مات في حفر قناة السويس مات وما لقوش جثته. معجور ليك يا بلد. طب جد السد العالي بقى هقرا عليك يا بلد. وابويا اللي داس عليه ولا دفعت الدبابات في سينا بقى شتيمة ليك يا بلد. غير لاقة.
وانت يما يا ابو المصاري اللي عندك عرسين بمشنة منيح اللي دخلك البيوت تبزعه وتب نفسي وتختلي. لا ولا ايه عايزه تقابل الملكه اليزابيث ترامب. ما طلعتيش رقاصه ليه يابا؟ يا رب ما طلعتيش مثاليه ليه يابا؟ يا رب ما طلعتيش يابا مثاليه ليه يابا؟ وذبحها وسلخها وبيعها للمواطنين على انها لحم كندوز لباني جاي من الصين. المهم انهم كانوا وتهنوا شبعوا يا باشا. كفن الظفر دخل بيوتهم. بقى بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش مرسي. مرسي يا معلمه. بدل ما تحكموني يا باشا اشكروني. اعملوا تمثال فكبرهم ايدين. بنت المعالم دكرور الحنكوري اللي حياته احلام الغلابه والمساكين والامراض يا منتهى. ولا واحد يا باشا حصل له حاجه ما شاء الله. دي ردت فيهم الدمويه ماشيين يرماحوا في الشوارع. بعد مليانه المزاج رايق وعين العين. شوف عيون الناس وفرحتهم يا باشا بعد ما كان هبر. طب والله ما ليك عليا يمين انا شفت الفرحه دي ابدا في عيون الناس ولا حتى لما الرئيس امر بال 30%. اخرس يا منتهى. حكمت المحكمة حضوريا. أنا أستأنف. وقف الآن. إنت المشهد ده مال المشهد ده واحد عدى وغيره تاني يجي التالت يبقى إنسان يبقى بتقصف عمري وعمرك تمنى لاحظ إني أكبر منك سنان نبقى حمير. ها 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 مشهد فعلا جد خطير وانت عامل لي فيها قليل جد يا عبيد حتى حمرنا صبحت لحمة ومرقة اتجننت شوفوا معانا المشهد ده. ايه مالك في ايه؟ ماليش بس انا قررت اني مش هكمل هخلع. تخلع بقى بعد اللي حصل عاوز تخلع؟ امال فين وقفتك؟ انا واقف اهو. بس واقف ايه؟ واقف محلك سر. ولعلمك انا مش هخلع من العرض وبس. يعني ايه انت قصدك انك؟ ايوه من العرض ومنك انت كمان. هو الحال اتقلب؟ هي الست هي اللي تخلع ولا الراجل؟ الجديد بقى يا حبيبتي ان الراجل هو اللي بقى يخلع. انا لو عليا انا مش عاوز اخلع بس انا عاوز اعمل بلاوي. بلاوي ايه؟ اه تكونش عاوز تنتحي زي ما قلتلي؟
وهتنتحر ازاي ان شاء الله؟ هترمي نفسك تحت عربية ولا من فوق كوبري؟ حرام يا حبيبي. طب ايه رايك بقى؟ انا لا هعمل لا ده ولا ده، انا هفجر لكم نفسي وهدي لكم المسرح باللي فيه. انت اتجننت؟ تفجر نفسك والمسرح؟ ده المسرح ده اكتر حاجة انت بتحبها، ده انت بتحبه اكتر مني. طب وايه الحل؟ ايه الحل وانا شايف مصير علاقتنا زي الكابوس مش راضي يفارقني؟ كابوس؟ الياس والظلم. اللي بيقتل ياس الصبر، الصبر هو اللي بيزرع الامل. اصبر لحد امتى؟ اصبر لحد امتى؟ حد ما سلم نمر ولا لحد ما توصلي انت سن الياس؟ وساعتها لا هننفع في جواز ولا في خلفه. علاقتنا دي يا حبيبتي ملهاش غير احتمالين ملهمش تالت. اللي هما ايه؟ الاحتمال الاول، صالح انت بتحبني؟ بحبك بس، ده انا بعشقك. متاكد؟ لسه بعد ده كله بتسالي؟ خلاص يبقى انا هتصرف، هروح حل كل مشاكلنا وارجع لك. هتعملي ايه؟ هتبيعي كلية؟ لا. طحال؟ لا. كبد؟ ايه الكلام ده؟ هتشتغلي في تتليل؟ فشل. ايه الكلام ده؟ انا بحبك يا صالح. امال هتعملي ايه يعني؟ هتصرف يا صالح، هتستناني، هتستناني. يا فندم لا، غالي غالي، مش عاوزه حاجه، امشي ارجوك، مش عاوزه حاجه. انت ليه جايبني هنا؟ ليه مصر تحسسني اني كاني بستغلك؟ انا كفايه عليا، هقعد معاك على راسي في الكورنيش وناكل ترمس. انا خلاص ما بقتش قادر، عبد القادر ما بقاش قادر من ساعه ما شفتي كاني في الشركه، وانا قلت هتجوزك، يعني هتجوزك. قلت لك ما ينفعش، ما فيش بنات شكيفه. عشان اكبر منك يجيب 3 4 سنين ولا 50 سنه. بس انا عمري ما اعترضت على السن. ايوه انت خبره وهيبه. ايوه وحنين وابوه ونضج. ايوه واي بنت في الدنيا تتمنيك. بس الناس مالهم؟ والمجتمع واهلك وحبايبك وصحابك هيقولوا ايه؟ أيوه. البنت غويته عشان طمعانه في ماله وثروته؟ لا لا، اللي تتجوزك لازم تكون في نفس مستواك المادي وليك اجتماعي. طب تسيبيني انا ارفعك لمستواي المادي والاجتماعي؟ انا اللي لازم ارفع نفسي. معقول اتجوزك وانا ساكنه في منشيه ناصر وانت ساكن في فيلا بيفرلي هيلز؟ أرجوك أصبر، أنا هشترك في كل مسابقات التلفزيون وهتصل بزيرو 900 ليل نهار، وهقدم في برنامج ستار أكاديمي، وهاخد كل الجوائز واشتري فيلا زي فيلتك، وساعتها أنا اللي هاجي وأقولك أرجوك من فضلك اتجوزني. دقيقة واحدة بس، أنت عرفت تطير يا بنت؟ أمر يا فندم. اشتري فيلا تكون في اختي فيلا بتاعتي في اسمها دي بيفرلي هيلز زي ما قالت كده، واكتبها فورا باسم حبيبتي. يلا قوم، ادي الفيلا هبقت تحت امرك. لو سلف ولحد ما كون نفسي وارجع لك تمنها موافقه. سلف؟ سلف. يا اخي سمعت يا اخي، قلت لك سلف. ولما اروح الفيلا وانا راكبه ميكروباص ولا توك توك يقولي عليا المجتمع. انت عزفت الطين يا بنت. عمر يا فنظيم، اشتري عربيه تكون موديل للسلات وقول لمشي واكتبها برضه باسم حبيبتي. يلا قوم، ادي العربيه هو بقت تحت امرك. لو سلف ولحد ما كون نفسي وارجع لك تمنها موافقه. سلف؟ ما قلنا سلف يا اخي. زي بعضيها قلت لك سلف. خلاص يبقى نتجوز. أيوة. من بكره. أيوة. هجيب عربيه نص نقل وانا ولدولابي وسريري وشنطه
شنطة هدومي من بيت أبويا على الفيلا، وبعدها تجيب باباك ومامتك وتيجوا تتقدموا لي. ماشي يا بابايا ومامتي، ماتوا من زمان. طب خالك وخالتك؟ ماتوا. طب عمك وعمتك؟ ماتوا. طب أخوك وأختك؟ ماتوا. طب ابنك وبنتك؟ لا حق، خليهم لدول. لازم تاخدوني من بيت عيلة تتشرف بيها. ها. بس ازاي 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 تاني؟ بس اهلك مالك. اهلك انت هيقابلوا اهلي الغلابة ازاي؟ لا 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 بس انا ممكن اقدم على طلب سلفة. سلفة؟ اه سلفة، اشرب شاي. ايه؟ تخصمها كل شهر. ايه؟ بالقسط ماهيتي. افرش لهم الفيلا وانضفهم والبسهم عشان ارفع راسي بيهم قدام اهلك. انا اشتري لهم الفيلا والبسهم وانضفهم واجيب لهم كل اللي هم عايزينه. بس خلي بالك. ايوه. انا عندي 11 اخ واخت. ان شاء الله يكونوا مليون. انا شداد. لو سلف ولحد ما كون نفسي وارجع لك اللي هتصرفه موافقه. سلف سلف يا اخي، ما كنت لك سلف. خلاص يبقى نتجوز. ايوه. مارقه، ها مليون، اثنين، ثلاثه. هو جنيه يا حبيبي؟ جنيه واحد ما فيش غيره. جنيه جديد تكتب لي عليه بحبك. طب وشبكتك؟ ذهب ولا بلاتين ولا الماس؟ الحب اللي في عينيك شبكتي يا ابوي. طب انت هايمه، حبك يا روحي هيمتي. في الفرح عايزه يكون 5 نجوم ولا 7 نجوم ولا 10 نجوم؟ انت فرحي وفرحتي، بحبك. انا مش هسيبك. كرهايه يا جناب القاضي، بس انا لسه شابه وفي عز شبابي وخايفه على نفسي من الفتنه. طلبات وكلتي طلب الخلع، مستعده ترجع كل ما راح لدار المنديل. وكلي قبلها فيلا. الفيلا ممكن وكلتي من قبل الجواز. وقبلها عربي برد من قبل الجواز. ودهب ومجوهرات ولبس ويهود كل على بعضه كده من قبل الجواز. طب والمهر؟ وربنا ما عرف عنه حاجه. اه معايا موجود يا جناب القاضي، هو قدام سعادتك برجعهوله. الحمد لله لحد رجع لاصحابه. حكمت المحكمه بالخلع، رفعت الجلسه. كلبي الحمد لله. قلت لك يا جناب القاضي مش حمل جواز، وانا اخاف الا اقيم حدود الله. حدود الله؟ ايه ده؟ معقول انا اعمل كده؟ معقول انا ابيع نفسي بالشكل ده عشان احسن من مستوايا؟ احمدي ربنا، على الاقل الاحتمال ده لو حصل هتبقي بعت نفسك بس بالحلال. في غيرك بيحصل فيه اسوأ من كده. هو في اسوأ من كده؟ سيداتي انساتي سادتي، موضوع حلقتنا النهارده عن التحرش الجنسي. السارع النهارده ما بقاش لذيذ، السارع النهارده ما بقاش امان خالص، والسب السب اللي بقى وحش وقليل الادب ولسانه طويل، بس الاخطر من طولة اللسان طولة الايد، لان ايدين السبان بقت طويله خالص. السب من دول يبقى ماسي على الرصيف، وفجاه يعاكس بنت ماسيه على الرصيف التاني، البنت تزعق ولا حد يعبر. طب ازاي ازاي السب عدى السارع في عز الزحمه والاتوبيسات والعربيات ووصل لبنت وعاكسها؟ اظن عيب، عيب قوي يا ادي. وزي ما قلنا موضوع حلقتنا النهارده عن التحرش الجنسي. فاكرين طبعا حادثه وسط البلد يوم العيد، وعندنا كمان حادثه شارع جامعه الدول لما كان 15 سب عملوا دماغ بنج معتبره وتحرسوا البنت. معقول الكلام ده يحصل في بلدنا يا جماعه؟ بلد الامن، بلد الامان. عموما احنا النهارده معانا في الاستوديو على الهواء بنتين من ضحايا ظاهرة التحرش الجنسي. اسمك ايه؟ مايا. وانتي؟ هانيا. يا خسارة، مفهوش حرف السين. بس طبعا دي مثل الاسماء الحقيقية، هما اساميهم الحقيقية سمر وسلو، فيهم حرف السين. هيا بنات، تحبوا نزغل الاساسة علشان اهليكم معرفكم؟ انا اهلي ما عندهمش تلفزيون من اصل. احسن. واحنا الكهرباء ما دخلتش بيتنا من اصله. كويس. طبعا
انتوا درستكم ايه يا بنات؟ انا خرجت من سنه سته، ما كنتش بفهم حاجه في المدارس. وانا خرجت من سنه خمسه، امي خليتني معاها اخدم في البيوت. طبعا لسه انا فات ما اتجوزتوش. لا يا حبيبتي، انا عن نفسي اتجوزت. ابويا ضرب لي شهاده ميلاد من وانا عندي 12 سنه. 12 سنه؟ اه والله. وجوزني راجل غني قوي، كبره من بلاد بره، دفع له 15 باكو، وفضلت على ذمته 4 سنين. بس يكون في علمك انا لسه زي ما انا. لا ازاي مش فاهمه. والله لسه زي ما انا، ما هو من قله بختي. اصله كان عجوز وكان على ذمته في بلده 3، كنت بالنهار اخدمهم وبالليل يمسك كرباج وينزل فيا ضرب. فاتت كرباج وضرب ليه؟ ما هو عشان ما كنتش باخد النسوان كويس، ما هو كان متجوزني عشان كده. المهم نزلنا مصر اجازه، قمت لطشت محفظته هو ليه وهربت، قام طلقني. تصوري غريبه. وانت يا ماي؟ انا ايه؟ اتجوزتي ازاي ومين؟ انا زي ما قلت لك، امي خلتني معاهدين في بيوت 5 سنين، وبيوت فيها اشكال ياما، اولاد على شباب على طلبه. انا اتبهدل وامي اخر النهار تقبض. بطلت خالص خدمه في البيوت ونزلت اشتغلت في السوق. معقوله يعني عملت بزنس؟ بزنس ايه يا مدام؟ نزلت اشتغلت بياع في محل في وسط البلد. ما هو نفس المحل اللي انا بشتغل فيه، ما احنا اتقابلنا هناك. يا سيفه والحمد لله، صاحبه المحل واحده ست، مدام نيل، والزباين كمان ستات، هوانم على بيئه على كولونيا باتيستا. بتضحكي على ايه يا مايا؟ عزبيه بحثي. اصل الحلم من دول تدخل المحل قيمه وسيمه، وانت بتفتكريها دكتوره ولا مديره ولا وزيره. لكن اول يخت يبتدوا ينقوا ويختاروا هيلبسوا ايه، تحسيهم جوالي زي حريم السلاطين بتوع زمان بالظبط. يموتوا في الشفتشي والمشاخله. مره تقولي امينه رزق ومن جوه هيبقى وهبي. انتوا اتحجبتوا امتى يا بنات؟ من يجي سنتين كده. سنتين؟ اه يا حبيبتي. ازاي بقى؟ صاحبة المحل هي اللي نصحتنا، قالت لنا الحجاب فرض وسترة، الحجاب احتراف. وهي على كده بقى محجبة؟ طبعا يا حبيبشي، هو انت ما تعرفيهاش؟ دي مشهورة قوي. بس يا بنت بس ما تقوليش. استني ما تقوليش ايه؟ كانت تزعل ولا تقطع عيشنا. يا اختي ما كل الدنيا عارفة. اصلها كانت رقصة جامدة قوي. رقصة؟ قوم سبحان الله، اتكعبلت واحد بتاع ربنا ابن حلال، حبها وحجبها وخلاها اعتزلت واتجوزها. او النعمة. وخلاها عملت عمرة وحج كمان، وفتحت المحل ده عشان ربنا يرزقها بالحلال. بسم الله ما شاء الله. يعني اتحجبت علشان تتجوز. بالظبط كده. وبعدين طلقها الناقص. اصل الناس اللي كانوا بيتجوزوا قالوا لي احنا يا هي مطلقها. وهي على كده بقى فضلت على حجابها؟ طبعا يا حبيبتي، ربنا يكرمها يا رب يا رب. يعني المدام الرقاصه المعتزله هي اللي خلتكم تحجبوا؟ اصل المدام نصحتنا وقالت لنا لو عايزين تتجوزوا لازم تتحجبوا. ليه بقى؟ ليه؟ الشاب من دول يشوف البنت ام شعر ويروح ويجوا ويهيصوا معاها، انما لو فكروا يتجوزوا بياخدوا ايه؟ ياخدوا ايه؟ بياخدوا المحجبه. وبعدين يا حبيبتي العيشه بقيت ايه؟ بقيت صعبه. اسم الله عليكي. والاسعار بقيت ايه؟ بقيت نار. عليكي نور. والتلفزيون شغال طول الليل والنهار، اشاعات شامبو على صابون على زيت شعر، 1000 صنف وصنف. 1000 صنف وصنف؟ او النعمه، ده غير مراكز التجميل والنيلوك. لكن هي طرحه ب5 ولا 10 جنيه، ولفي راسك يا بنت وريحي دماغك. ده اقل كوفير بقى ب50 جنيه. 50 جنيه وهنجيب منين؟ طيب نرجع بقى لقضية التحرش اللي انتوا تعرضتوا لها، احكوا لنا ايه اللي حصل معاكم بالظبط؟ مفيش، انا مهني حبيبة قلبي خرجنا من المحل ساعة الراب. قلنا نجيب لنا سندوتشين شاورما كده من نفسنا وندلع نفسنا. شاورما؟ فعلا اشترينا الشاورما وماشيين بناكل في امان الله. كان ساعة خروجة السينمات. بالنهار؟ اه حفلة الساعة 1. وعلى غفلة لقيت الأوضة السريع بيخطف مني سندوتش. هات السندوتش يالا. هات يا قطمة. جاك قطمة رقبتك. هات حتة. كلبس انا ما اقطعك حتت. قمت هجمت عليها عشان اخطف السندوتش. ولقينا قفلت بتتمد. على السندوتش؟ سندوتش مين يا مدام؟ ده احنا اللي بقينا سندوتش. والولاد الوحشين دول راحوا فين؟ اتشقت الارض وبلعتهم. توبة كنا ناكل شاورما تاني، ما طبعا هي الشاورما السبب في اللي حصل لنا. توبة ان كانوا ياكلوا شاورما تاني. توبة ان كانوا ينزلوا ساعة الغدا تاني. توبة ان كانوا يمشوا في الشارع تاني. شارع يا مزارع، ده شارع الحكومة بتاعنا كلنا، هنخرج على كيف. اه وهنجيب سبريم اللي بيحرق ده زي مية النار، واللي هيقرب مننا ولا يتحرس بينا لتقوم السودا. اي مية يا حبيبتي. ايه بتبصلي كده ليه؟ انت نفسك قلت ان احتمال، يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. انا صحيح قلت ان احتمال،
بس قلت انه احتمال اكيد. بص حواليك كل حاجه حوالينا بتقول انه هيحصل. خلاص يبقى كويس ان احنا كاشفين الوحي اللي جاي عشان نحاول ما نمشيش فيه. حاولي انت بقى لوحدك، انا خايف حياتي من حياتك ومن حياتي ومن الفرقه كمان. انتوا بتنفخوا في قربة مقطوعه، محدش نافع. لازم تتهدوا وتبني من جديد، لازم تتهدوا وتبني من جديد، لازم تتهدوا وتبني من جديد. الشياطين بتوعك دول، ها؟ هلا مش كل مرة تيجي تقول الجبل يتهد، ما بيتهدش. انت باين عليك بتتعاطى صنف مش هو. انا هدف لك سيجارتين من صنف معتبر، دماغك هتلعلط وهتبقى 100 فل و14. بس معاك بفرط. انا لسه مجانين اغبياء. موتوا. هتندفنوا تحت الجبل. الجبل هيقع. هيتهد. لا بقى كده كتير. كده كتير والله. ده شكلك شارب كاسين جاز وهتضيع لي الدماغ اللي انا حاملها دي خالص. تحل لك حاجه واحده يا بنت، انا اجيب لك البوليس. يا بوليس يا حكومه. ايه موت تاني؟ لا انا قلت يا بوليس. انا شايفه عزرائيل. عزرائيل فارق جناحاته السودا فوق الجبل. اسميكم في كشف الاموات. الصخر بتقص بيترق
ويهبل ويقول لك الكبر حيقع هيتهد. خدوني يا باشا ربنا يشفيه. اخلص يا حكومه، انا مش مجنون، انا شغلي مهندس. اقرا وشوف. متاكد الناس دي هنا والجبل فوق؟ هنا فوق الجبل ناس، الناس بتصرصر ميه، الميه بتقف في الصخر، الصخر بتهز بيترج، الجبل يا واحد بتأثر مع الباشا يا حيوان. لكن لكن ده فعلا مهندس يا مين؟ كان مهندس يا باشا، لكن رفضوه اصل واد مرتشي ومختلس وحرامي. اخلص، انا انضف واحد من الحي. انا قلت الحق، انا حذرت، قلت حرام تسيبوا الناس تموت، حرام اروح البشر تروح هذا اتدمر اضربوني. دول يا باشا ربنا يشفيك، ده بعت ثلاث جوابات لسياده الرئيس شخصيا. الرئيس شخصيا؟ الدنيا اتقلبت وبعت ناس تحقق. طلع كل اللي بيقولوا ده هبل، ازعجوا من غير ادله. لو كله تمام رفضوه، لو كله تمام لما قبضوا كذب وتزوير تضليل وفساد سرقه واختلاسات حراميه كلهم حراميه. انا قلت يا ريس حاسب الناس هتموت، الجبل هيقع، الدم هينزف والارواح هتضيع. الحقنا يا ريس، الحقنا يا ريس، الحقنا يا ريس. مجنون يا باشا ربنا يشفيه. السيد عضو مجلس الشعب عن الدايره دي مهندس جامد قوي، ده وزير اسكان سابق. معقوله يعني الولد المجنون ده هيفهم احسن منه؟ عمو النائب مهندس اسكان كله هياخد شقه شرحه واسعه. فاز مميت على متاب، فيها ميه سخنه وميه ساقعه، دي فيها حمام. شفت يا باشا؟ لكن يا باشا ما لكنش طب نفر احنا، ده ضارب له كاسين منوع براطيش يترمي في الحجز الليله وبكره هيفوق وهيبقى تمام. ده ميادي يا ابن المجانين. بقى تبعت تلات جوابات للرئيس شخصيا؟ لا يا اخوي، هو الرئيس فضيلك. اشهد يا رب انا بلغت، اشهد يا رب انا حذرت، الكذب بيدمرنا يا رب، الاهمال هيموتنا يا رب، الفساد وصل للركب. ركب ركب ايه ده بقى فوق الركب؟ حرميه كلهم حراميه. لو كله تمام ما قبضوا، لو ما قبضوا تمام كله، لو كله تمام لما قبضوا، لو ما قبضوا تمام كله، لو كله تمام لما قبضوا، لو ما قبضوا تمام كله. مش بعيد أرض المسرح ولا زي
فتح بيت شباك للناس بالفن الحلو الوناس يدفي القلب في عز واقف ليها عمال بتفكر شد بنوهك يلا شوية نور بروجيكتور حلو تمام نور البروجيكتور تعيش فرقتنا تفضل حية تعيش فرقتنا تفضل حية الحب جماعة فردا فرد الحب جماعة فردا فرد المسرحي ليلتنا مسخره لفريق جامعه النهضه بني سويف. العرض تاليف محمود الطوخي واخراج خالد قابل. كل الشكر لاعضاء لجنه التحكيم اللي مشرفينا سيده المسرح العربي والحاصل على نوط النيل من الدرجه الاولى الفنانه القديره سميحه ايوب. المخرج المسرحي الكبير رائد التطوير الفني الفنان القدير جلال شرقاوي. الفنانة القديرة وفاء الحكيم. استنونا وعروض أخرى مسرحية في إبداع 5 ولسه الإبداع مستمر.